بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا. قال: باب من بنى مسجدا. ثم ذكر رواية عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. قال عثمان رضي الله عنه: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وذكرنا قصة بناء عثمان رضي الله عنه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أولا توسعة المسجد، وكذلك أنه قد استعمل هذه الآلات التي لم تستعمل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولا في عهد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد أيضا استعمل نفس الآلات التي بني بها أساسا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه زاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. يبقى بنى جداره بالحجارة المنقوشة، كان بيستعمل اللبن كما بينا في الرواية، لكن عثمان رضي الله عنه استعمل آلات أخرى غير الآلات التي استعملت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسع أيضا وزاد فيه زيادة كثيرة. فخاض الناس في الكلام وقال عثمان رضي الله عنه: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. يبقى من بنى مسجدا يبقى اقتطع مكان وأوقف ذلك المكان لله سبحانه وتعالى وبنى فيه مسجدا، يبقى نقول هذا المسجد من أجل الصلاة والذكر والدعاء. يبقى من ذكر من باب أو للطاعات من صلاة أو غيرها. فقال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. دايما كده أي طاعة لابد على الإنسان أن يؤكد على نفسه أن هذه الطاعة فعلا وجه فيها لله سبحانه وتعالى، حتى لا ترد عليه هذه الأمور، حتى لا ترد. والنبي بيعمل أعمال ولكن على ذلك لا يجري له ثوابا، لأن الوجه لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. وأي عمل من أعمال الطاعات بيفعل الإنسان ولم تكن الوجه لله حترد على هذا الإنسان، بل يعذب بها كما بينا في قصة هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا في الظاهر بأعمال صالحة ولكن كانت الوجه لغير الله، فحيعذبوا بها: عالم ومتصدق وشهيد. يؤمر بكل منهم فيسحب على وجهه إلى النار. قلنا عن أعمال تبدو لنا أنها من أرقى الأعمال الصالحة، ولكن نقول على ذلك عمل القلب، يبقى كان من أجل حظ النفس ولم يكن لله سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال عثمان رضي الله عنه يؤكد: من بنى مسجدا ليس من باب الرياء أو السمعة، ولكن يبتغي به وجه الله، يبقى أخلص هذا العمل لله عز وجل، بنى الله له مثله في الجنة. يبقى الجزاء من جنس العمل، بس لما يكون العمل ده على يوافق السنة وكانت الوجه فيه لله سبحانه وتعالى، يبقى الجزاء من جنس العمل. يبقى حيجازى الإنسان على هذا العمل الصالح لو هو فعلا عمل صالح يبقى موافق للسنة المنهج النبوي، وكذلك الوجه فيه لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك أشد ما يعاني الإنسان في معالجته هي مسألة القلب، يعني هي مسألة القلب أن تكون فعلا الوجه خالصة لله تبارك وتعالى. فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا، يبقى وفق منهج السنة وخالصا لله عز وجل.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالصحابة أيضا انطلاقهم للعمل والتنفيذ من خلال ما يتعلمونه من كلام ربهم سبحانه ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن الناس خاضت في الكلام في عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك قال إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وده كان مجال التنافس وميدان التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم، ده ميدان التنافس بين الصحابة. يبقى على ذلك ما كان يترك هذه الطاعة من أجل كلام الناس، ما كان يترك هذه الطاعة من أجل كلام الناس. وإن كان الإنسان لا يقوى على بناء مسجد بأكماله فيشارك، يبقى نشارك في فعل الصالحات، نشارك في فعل الصالحات كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضيلة عتق الرقاب، يعني فضيلة عتق الرقاب كما بين الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد لا يملك الإنسان المال الذي يعتق به الرقبة، ولكن ممكن يشارك في عتق رقبة. ولذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكل عضو يعتق العضو المقابل من المعتق. يبقى على ذلك أعطى حتى الفرج بالفرج كما قال، يبقى ده عشان لا يستقل ولا يستصغر الإنسان أي عمل صالح. هذا في مقدوري، هذا ما أستطيعه، يبقى أن أنا ممكن أشارك في مسجد حتى لو كان بمبلغ زهيد، هذا ما أملك، هذا ما أملك. يبقى من وش الله يعني هذا مال قليل، وبالتالي يبقى ده مال قليل ماذا يصنع؟ لا يعني الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولو تصدق الإنسان حتى لو بشطر طمرة من كسب طيب فالله تعالى يربيها لذلك الإنسان حتى تكون أعظم من الجبل يوم القيامة. فما لا تستقل لا تحقر من شأن المعروف حتى لو كان هذا ما كان في مقدوري، وسبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان إحنا لا نحقر من شأن أي طاعة من الطاعات أو صدق صدق بها الإنسان هذا ما أملكه، يبقى سبق درهم 100,000 درهم كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. رجل كده معاه درهمان يبقى صدق بدرهم يبقى تصدق بنصف ماله. وتخيل رجل عنده مليارات فتصدق كده ب100,000 جنيه، يبقى 100,000 جنيه بالنسبة لما عنده من المال ده مال ضئيل، يبقى عنده درهمه كان سابق ل100,000 درهم، لأنه لما تصدق تصدق بشطر مالي هو ده اللي يملكه. فعلى ذلك حتى لا تحقر من المعروف شيئا. يبقى من بنى مسجدا، يبقى أنا لا أقوى ليس عندي المال الذي أبني من خلاله مسجدا، يبقى أشارك حتى لو شارك الإنسان بمجهوده، حتى لو شارك بمجهودي يبقى دي منفعة أساسا، فأشارك بمجهودي يبقى شارك في بناء المسجد، تعاونوا على البر والتقوى، يبقى ده تعاون رحمكم الله. فمسجد يبتغي بوجه الله سمى يعني قيد هو أن تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، إن كل عمل ده خالص لله سبحانه وتعالى عشان تنال ذلك الثواب وهذا الجزاء بنى الله له مثله في الجنة. ثم ذكر باب يأخذ بنضول النبل إذا مر في المسجد، قال باب يأخذ بنضول النبل إذا مر في المسجد، والباب التالي باب المرور في المسجد. ذكر في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية أخرى عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. قال باب يأخذ نضول النبل إذا مر في المسجد، يبقى جواز أنه يدخل بهذا النبل في المسجد أو بالرماح أو السيف، لكن ينتبه أن يأخذ بنضالها أو بنصالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ بنصالها. يبقى مر رجل في المسجد معه سهام، يبقى لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بالسهام، يبقى لا ينكر، نقول لم يقل له فلتترك ذلك خارج المسجد، لا جواز أن يدخل بذلك لكن بهذا القيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، يبقى الجزء اللي هو ممكن يجرح لو أصاب إنسان يبقى يمسك بنصالها، قلنا حتى لا يجرح أحدا كما بيّنت الرواية
التالية: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، مش في المسجد فقط ولكن حتى الأسواق، قلنا على أساس ده مكان بيجتمع فيه الناس، يبقى لو مر بهذه السهام يبقى يأخذ بنصالها، لا يعقر بكفه مسلما، قلنا عشان ما يجرحش مسلم أو يأذي مسلما، يبقى سواء كان اللي هو هيجرحه أو أنه ممكن يروع هذا المسلم إن شهر ذلك السيف أو هذا الرمح، ممكن يروع إنسان مسلم، يروع إنسان مسلم، وعدم ترويع المسلم يبقى ده أمر مطلوب والشارع نادى بذلك. فكذلك أيضا يعني انتبه، قد لا يقصد الإنسان الحاق الأذى بالآخرين، ولكن انتبه قد يحمل ما يوصل به هذا الأذى إلى الناس دون علم أو دون قصده. فلذلك قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا، بس كان في المساجد وده أولى، أو كان في الأسواق حيث الأسواق بيجتمع فيها الناس، قال: بنبل فليأخذ على نصالها، يبقى يمسك النصل بتاعها، قلنا حتى لا يجرح أحد من الناس، لا يعقر بكفه مسلما، قلنا عشان لا يعقر يعني لا يجرح بكفه مسلما، والمسألة مش مقصودة المسلم فقط، يعني مش المسلم فقط ولكن لا يجرح أي إنسان صفة عامة، يبقى لكنها خرجت لنا مخرج الغالب، لا يعقر بكفه مسلما، يبقى ممكن يعقر غير المسلم، لا ليس لا مفهوم بهذه الصورة، ولكن لا يعقر إنسان بصفة عامة، لا يعقر يبقى عدم الحاق الأذى، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاق الأذى بالجار دون أن يفصل أو يفرق هذا جار مسلم، هذا جار نصراني، هذا جار يهودي، يبقى الجار له حقوق أساسا، يبقى الجار له حقوق، وإحنا تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا ظلم ولا جور، يبقى الشارع نهى عن الظلم والجور حتى لو كان مع الكفار. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب التقوى، مش عشان هو كافر وكان في تحاكم بين هذا الكافر المسلم يبقى القضية على ذلك حنغلب جانب المسلم، لا، دي حقوق عدل إنصاف، يبقى لو كان في مظلمة بين مسلم ونصراني أو مسلم وكافر يبقى على ذلك القاضي يحكم بالعدل، لا يبقى نقول إن هو يبقى في عداوة ممكن تكون في قلب ذلك القاضي لهذا الخصم النصراني، فعلى ذلك انتبه، يعني انتبه ألا تعدل أو يكون منك الجور والظلم وأن تحيد عن العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يبقى احنا ننتبه كده إنسان لا يحيد عن العدل بأي حال من الأحوال، فلذلك لا يعقر بكفه مسلما، يبقى خرجت مخرج الغالب، لا يقصد بها أن القيد للمسلم فقط ويفهم كده مفهوم المخالفة يبقى جاز أن يعقر غير المسلم، لا، لا يعقر مسلما أو غير مسلم، يعني لا يعقر مسلما أو غير مسلم، يبقى ما يجرحوش، قلنا ممنوع الإيذاء وممنوع الترويع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الدخول إلى المساجد بهذه السهام، يبقى ما أنكرش وقال لا ممنوع أو لا يجوز، ولكن جاز الدخول بها، ولكن مع ذلك القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر وباب الشعر في المسجد، هل يجوز أن احنا أن ننشد الشعر في المسجد؟ قال: باب الشعر في المسجد. ثم ذكر رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. والسبب في كده أن عمر رضي الله عنه لما مر على حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد أنكر عليه عمر الخطاب رضي الله عنه، أنكر عليه عمر الخطاب، فبين حسان بن ثابت أنه كان ينشد الشعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يمنع، ولذلك استشهد بأبي هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. يبقى فجواز إنشاد الشعر في المسجد إلا إن كان من أشعار الجاهلية أو الأشعار التي تحل حلال حراما أو تحرم حلالا،
يبقى برضك بقيود. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تنشد الأشعار في المسجد، الأشعار اللي هي بتاعت الجاهلية، أو الأشعار اللي فيها يعني تحريك للشهوات أو غير ذلك، أو أشعار بتتكلم بأمجاد أهل الجاهلية أو غير ذلك، لكن أشعار بتحث الناس على الطاعة، على الصلاة، على الإقدام على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا بتحث الناس على الجهاد في سبيل الله، كل ذلك يبقى إيه؟ يبقى هذه من الأمور الجائزة. فقال باب الشعر في المسجد. وأن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما هجته قريش، قال أجب عن رسول الله، يبقى رد عليهم بالشعر أيضا، اللهم أيده بروح القدس ودعا له. قال أبو هريرة نعم، قال أبو هريرة نعم. فعمر رضي الله عنه لما أنكر يبقى أنكر على حسان. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تنشد الأشعار في المسجد، يبقى ده كلام عام، لكن يا ترى أي شعر؟ فحسان بن ثابت كان ينشد الشعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجب عن رسول الله، يدافع عنه بالكلمة، وأيضا لأنه كفار قريش هاجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم حسان بن ثابت رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه شهد له بذلك. ثم ذكر باب أصحاب الحراب في المسجد، يبقى ممكن يتم اللعب بالحراب كده في المسجد. فقال باب أصحاب الحراب في المسجد. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبهم. كذلك في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم، يعني كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد. قلنا من باب التدريب والتمرين، من باب التدريب والتمرين، ده كل ده بيعين على مسألة الجهاد، ويكون فيه نشاط وخبرة، وكذلك أيضا يعني يروحون عن أنفسهم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم استرني بردائي أنظر إلى لعبهم، يبقى جواز هذا الأمر في المسجد، جواز. المسجد هو الملتقى، يبقى المسجد ده هو الملتقى، يبقى كل ما فيه صالح للمسلمين. يبقى كانت القضايا كما بينا، كانت القضايا أو المحاكم بتعقد في المسجد، دروس العلم بتعقد في المسجد، وكذلك أيضا هذه التدريبات يتدربون على بعض فنون القتال أو أمر الجهاد، فهذا أيضا من الأمور الجائزة، كما بينت عائشة رضي الله عنها أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد وكانوا يلعبون بالحراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبهم، يعني بتنظر إلى لعب هؤلاء وهم يلعبون بالحراب في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها بردائي حتى لا تظهر لأحد. فباب أصحاب الحراب في المسجد يبقى جواز هذا الأمر، جواز هذا الأمر كما بينت عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر أيضا باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال ألوى إن شئت أعطيتها ما بقي، قال إن شئت أعتقتها ويكون ولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان مرة، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وان اشترط مئة شرط، وان اشترط مئة شرط. فبيذكر هنا باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تعقد صفقات البيوع في المسجد، ونهى كذلك عن انشاد الضالة، بل امرنا بالدعاء لمن باع او اشترى في المسجد ولمن نشد الضالة في المسجد. يبقى لو كان إنسان بيتمم صفقة في المسجد نقول لا أربح الله تجارتك، ندعو عليه. يبقى لا يجوز أساسا عقد صفقات البيع في المسجد، وأي صفقة بيع بتعقد في المسجد يبقى ندعو
يعني ندعو على من عقدها، لا أربح الله لك تجارة ولا أربح الله تجارتك، ولو أنشأت ضالة يبقى لا رد الله عليك ضالتك، يبقى المساجد لم تبنى لذلك، لا للبيع ولا الشراء، البيع والشراء ده في الأسواق، فإحنا لا نحول المساجد إلى أسواق، يعني لا نحولها إلى أسواق، لكن إحنا نذكر الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، نذكر الأحكام، يبقى زي ما بينا كده إن الحدود، يبقى دي هذه محاكمة هتعقد في المسجد عشان يقرر الحد وبينة أتت وشهدت، يبقى على ذلك دي قضية من قضايا في سرقة أو في غير ذلك، يبقى القضاء ده هيتم أهو، لكن التنفيذ يكون خارج المسجد، فالبيع والشراء خارج المسجد، لكن نبين أحكام البيع والشراء في المسجد، يبقى جواز نحن نبين الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، لكن اللي هو عقد الصفقات يبقى لا تعقد في المساجد لم تبنى لذلك، ولكن هذا المكان الكلام محله في الأسواق. فلذلك قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر، يبقى الأحكام المتعلقة بالبيع بالمعاملات بصفة عامة، يبقى الأحكام متعلقة بالمعاملات. قال باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يبقى احنا نفرق بين الأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان احنا ان تعقد صفقات البيوع في المسجد، ولو عقد انسان صفقه ندعو عليه الدعاء عليه، يعني مش هنقول دي يعني امر باطل فقط او فاسد، لا بندعو على صاحب هذا العقد، لا اربح الله تجارتك، بل لو انشط ضاله لا رد الله عليك ضالتك. فلكن هنا ذكر الاحكام، والا اين نتعلم احكام البيوع؟ يعني اين نتعلم؟ يبقى المسجد هو الملتقى اللي احنا بنتعلم يعني في داخله العبادات والمعاملات وكل ما يخص الانسان من شؤون الدين. فتقول هنا عائشه، تقول عائشه رضي الله عنها اتتها بريره تسالها في كتابتها، يبقى بريره رضي الله عنها كانت اما عند قوم، وبالتالي تمت الكتابه بين بريره وبين اهلها على انها هتوفي لهم مبلغ وحتى تعتق الكتابه، يبقى دي الكتابة، يبقى عبد كاتب أهله على مبلغ من المال، والمبلغ ده بينجم بيقسط كده على أقساط، فمتى دفعت ذلك المال يبقى نالت حريتها، يبقى اعتقت نفسها. فقالت أتت بريرة تسألها في كتابتها، فقالت عائشة رضي الله عنها شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، يبقى الولاء. وقال له إن شئت أعطيتها ما بقي ويكون ولاء لنا، يعني يكون ولاء لنا، يبقى هم اشترطوا كده أنت تعتقيها تدفع باقي مبلغ الكتابة ولكن الولاء لنا، الولاء لنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بريرة اشترطوا أن يكون لهم الولاء، هي هتدفع باقي الثمن الذي على بريرة ولكن مشترط أن يكون لهم الولاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أو صعد على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط وإن اشترط مئة مرة، يعني معنى الكلام يبقى مش كل شرط هيعتبر، لو كان في شرط مخالف للكتاب والسنة فهذا شرط مهدر لا قيمة له، لا قيمة له. فهؤلاء لما اشترطوا ما هنقول الله المسلمون عند شروطهم، يبقى المسلمون عند شروطهم ده كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن الشرط المعتبر شرعا يبقى المسلمون عند شروطهم مش كلمة مطلقة كده، يعني هذه ليست بكلمة مطلقة ولكن هذه الكلمة لها تقييد، يبقى المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا شرطا غير في الأحكام، فدي أحكام ثابتة. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يبقى الأعتق له الولاء، والولاء ده لا يباع ولا يوهب، يعني لا يباع ولا يوهب، الولاء لمن أعتق، يبقى ده حكم ثابت كده، يبقى لا يوهب ولا يباع. فقال الولاء لمن أعتق، ما ينفعش كده أن فلانا أعتق ذلك العبد ثم وهب ذلك الولاء لغيره، لا، الولاء لمن أعتق يبقى ليس له تدخل في الحكم، حتى المعتق ده يبقى ليس له دخل في الحكم، إن يعني يقسم هذا الولاء أو يبيع الولاء أو يهب الولاء، لا،
الولاء لمن أعتق، يبقى ده حكم بالمسألة. كما احنا بنتكلم كده على ولي المرأة، الأب ده ولي المرأة، ما ينفعش احنا يعني ننحيه إلا إن كان معضل لها، دي مسألة أخرى. لكن أصلا كده يبقى على من ولي المرأة لها ترتيب أيضا، ترتيب. فكذلك أيضا الولاء لمن أعتق يبقى ده حكم ساري، من أعتق كان له الولاء. فأهل بريرة يعني اشترطوا على عائشة أن تدفع، تعتق بريرة تدفع باقي المبلغ لكن يكون لهم الولاء. فعلى ذلك لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم رقع على المنبر، هذه مسألة خطيرة، فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة ولا اشترط 100 شرط حتى. يبقى لو انظر بقى شروط اهي، والمسلمين عنده شروطين صحيح، ولكن الشرط المعتبر من جهة الشارع. يبقى كما نقول والله انا في حالة اضطرار، يعني مين اللي يحكم انه في حالة اضطرار؟ الشارع. مش كل من قال انا في حالة اضطرار يبقى هو مضطر فعلا. الاضطرار ده لازم يعتبر من جهة الشارع، احنا مش هناخد المصطلح بس ونتعامل من خلاله، لكن احنا هنرد هذا المصطلح الى الشرع. هل الشرع يعني يا ترى يقول هذه حالة اضطرار ام لا؟ يبقى هذه حالة اضطرار ام ليست بحالة اضطرار؟ واحنا ذكرنا قبل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة التيمم، يعني في مسألة التيمم خشى ان يرخص للناس، فاذا وجد رجل بردا تيمم، يعني خشى ان يبقى ده مدخل، مدخل هيفسد الانسان على نفسه امر ذلك الدين. فهنا برضك يبقى شروط معتبرة. مين اللي هيعتبر الشرع الشرط ده؟ يبقى الشارع هو الذي يصحح الشرط او يبطل ذلك الشرط. يبقى حال الضرورة، ما الذي يقول ان هي فعل حال الضرورة معتبرة؟ يبقى الشرع. نقول هذه مسألة فيها اختلاف، ما في اختلاف معتبر سائغ كده وفي خلاف غير معتبر، مش كل خلاف هيعتبر. يبقى الخلاف اللي هيعتبر لما يكون خلاف سائغ، خلاف قائم على أدلة، يعني فلان ده عارض، يا ترى ايه وجه المعارضة، ايه الدليل على إبطال لذلك الأمر؟ يبقى لازم يكون في دليل، لكن كلام مرسل يبقى ده غير مقبول، غير مقبول. فدول الشرط شروط، والمسلمون عند شروطين، ده صحيح، بس هذا شرط لم يعتبره الشارع، لم يعتبره. احنا دايما قلنا لازم نعرف ان الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. كذلك ايضا الشرط ده يعتبر من جهة الشارع. وإلا احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فكانوا يبادلون الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا، بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. قلنا مع ان في الاخر هتبقى النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، لكن احنا مش ننظر النتائج بس، ده بننظر للوسيلة التي نحقق بها ونصل بها للنتيجة. فكما ان المقاصد لازم تكون مشروعة، الوسائل التي تحقق المقاصد لابد ايضا ان تكون مشروعة. يبقى الشارع أجاز لنا الشروط، يبقى الشروط في البيع وغير ذلك. وده كلام لما هنجي في كتاب الشروط تحت البيوع فهنجي ذلك الكلام، يبقى الشروط ازاي يعني والشروط المعتبرة. هنا برضك ده اشترط الولاء وده ليس لهم حق، يعني ليس للطرف البائع ولا المشتري له حق ان هو يحول ولاء، يعني يحول هذا، نقول ليس له حق بذلك. فيبقى كل شرط يعتبر إن كان اعتبر الشرع ذلك الأمر. يبقى المسلمون عنده شروطين، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا شرطا لم يكن في كتاب الله، وأن الشارع أبطل مثل هذه الشروط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال ابتعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، يعني إن الولاء لمن أعتق. يبقى هم لما اشترطوا الشرط ده عائشة رضي الله عنها يبقى أعتقد دفعت لهم المال، ولكن الولاء لمن أعتق، فخلاص المسألة. ممكن ده نتيجة جهل هؤلاء بالمسألة، فظن أنهم ممكن يشترطوا هذا الأمر، يعني زي البائع كده. يبقى إن باع البائع ثمرة قد أبرت فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري. يعني يبقى تخيل كده إنسان بيشتري نخل، ولكن الشيخ النخل ده كان أبر، يبقى تم تلقيحه، فلسه الثمرة لم تظهر، فالثمرة لما تظهر دي للبائع. طب ما المشتري استلم النخل اهو، لكن الثمرة للبائع. الشارع قال كده، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط بقى المشتري أن تكون ليها الثمرة،
تكون ليها الثمرة. فيبقى على ذلك يبقى في شروط اعتبرها الشارع، مع ان طبعا هيقول هو اشترى ليه، المشتري اشترى ليه؟ اشترى عشان يستفيد بالثمار، لكن لو اشترى النخل وقد أبر يبقى الثمرة للبيع. ده كلام الشارع مش كلام نحن، فاحنا نقول بالعقل كده. طب هو الراجل ده استفاد ايه؟ استفاد ايه؟ هو اشترى الاصل وكان ثمرة كده. يبقى نقول الجهل بالاحكام قد يوقع الانسان في المخالفات، في المخالفات. الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا في مسألة البيوع يبقى مسألة نقول قلما من نجد من يعني يدرس مسألة البيوع، أو أن هو يتعلم مسألة البيوع. الناس بتبيع وتشتري ولكن على غير علم، فقد يقع الإنسان في مخالفات نتيجة لجهله بهذه المسألة، كحال هؤلاء اشترط الولاء ولكن الولاء لمن أعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل شرط يعتبر طالما لم يكن مخالفا لنصوص الكتاب أو السنة. ثم ذكر باب آخر وباب التقاضي والملازمة في المسجد. قال باب التقاضي والملازمة في المسجد، يبقى التقاضي يبقى تقاضي الحقوق. قال في رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضردد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته، فنادى يا كعب قال لبيك رسول الله، قال ضع من دينك هذا وهما إلي الشطر، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقديهم. قال باب التقاضي والملازمة في المسجد، أي ملازمة الغريب الغريم. لذلك حتأتي بعد ذلك يعني روايات كيف تكون ملازمة الغريم اللي هو المدين. قال التقاضي والملازمة في المسجد، أن يلازم الدائن المدين هنا حتى يقضي ما عليه من دين. قال في رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضردد دينا كان له في المسجد، يبقى كان في دائن ومدين، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته أي الستر، فنادى يا كعب لما رأى كعب أنه هو أحد الطرفين، قال يا كعب قال لبيك رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومى إليه أي الشطر. يبقى أشار إليه إشارة كده، فهم أنه هو يعني يتنازل عن نصف ذلك الدين ويرضى بالنصف الآخر. قال لقد فعلت رسول الله مباشرة، قم فقده، قال للمدين قم فقده. فالتقاضي والملازمة في المسجد يبقى جاز، يبقى إنسان عليه دين يسدد ذلك الدين، يسدد هذا الدين. يبقى نقول إن الدين ده كان نتيجة بيع وشراء، ما تمش صفقة البيع والشراء في المسجد، تمت خارج المسجد. ولما بيتم البيع والشراء يتبقى فضل من المال على المشتري، يبقى أصبح دين انشغلت به الذمة. بغض النظر بقى كان إيه سبب الدين، يبقى إنسان اشترى سلعة من آخر، اشترى مثل بالتقسيط، فعلى ذلك يبقى تبقى دين انشغلت به ذمة هذا المدين المشتري. يبقى الدائن لما بيطلب ذلك الدين، كان سبب الدين إيه؟ ما كان سبب البيع خلاص انتهت، صفقة البيع تمت والمشتري قبض السلعة، فيبقى لم يتبقى إلا باقي المال، بيعتبر ده دين. الدين ده كان بسبب أي سبب بقى، وبالتالي جاز أن يقضي ذلك الدين. قولوا ده الدين ده كان نتيجة عقد بيع، نقول عقد البيع تم خلاص، أما الآن فلم يتبقى إلا الدين، دين انشغلت به الذمة بغض النظر عن السبب الذي كان به ذلك الدين. ممكن يكون اقترض، أو غير ذلك، فده دين أيضا. يبقى احنا بننظر الى الدين شغلت به الذمة بغض النظر عن السبب الذي كان به ذلك الدين. فجاز ان يقضي المدين ذلك الدين للدائن في المسجد، وجاز الدائن ان يلازم هذا الغريم حتى يدفع ذلك الدين. قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقدهم. فامر المدين ان يقوم بالقضاء على الفور، لانه في المسألة انه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، يجتمع الوضيعة والتأجيل، ما ننزلش مبلغ من الدين كده ونأجل،
ونأجل، لا ده هو خلاص هننزل هنتنازع عن جزء من الدين ويسدد الباقي على الفور. قال قم فقديه، يبقى القضاء مباشرة دون تأجيل. يبقى ده كان مبلغ مؤجل أو دين في ذمة هذا المدين، يبقى لما الدائن يضع عنه شطر يبقى المدين يوفي باقي الدين على الفور، أنه لا يجوز أن نجمع بين الوضيعة وبين التأجيل. كذلك أيضا فيها الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم شفع لذلك المدين عند الدائن عند كعب بن مالك، يعني شفع له وقال له يعني ضاع من دينك هذا شار، دي مسألة تصالح، واشفعه تؤجره ويقضي الله على لسان نبيه ما كان. يبقى الشفاعة، الشفاعة بتبقى مطلوبة طالما في أمور مباحة، فاشفعه تؤجره يبقى الشفاعة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذا المدين عند الدائن عند كعب بن مالك، شفع له عشان يعني يضع عنه جزء من الدين. يبقى كأن إنسان كده مدين أتى إليك وقال فلتشفى لي عند فلان إنه أن يضع عني جزء من الدين، فإنه لا يقوى على السداد، والله إحنا نشفع، وهو عند ذلك إما أن يقبل ذلك أو لا يقبل. عشان كده بريرة رضي الله عنها لما اعتقت كانت بها أحكام كثيرة، كانت في قصة بريرة كما قالت عائشة رضي الله عنها، مغيث ده اللي هو زوج بريرة كان عبد، وبالتالي الأمة لما يبقى تتحرر من العتق، فعند لو كانت متزوجة من عبد يبقى عند ذلك تخير إما أن هي يعني تستمر على ذلك الزواج أو تفارقه، ده حقها أساسا. فبريرة كانت متزوجة بمغيث ده وكان عبد، فلما اعتقت بريرة ملكة الحرية، فالآن لها الحق في أن تخير بين إمضاء ذلك النكاح وإما أن تنفصل عنه، فاختارت بريرة المفارقة، اختارت بريرة. فكان مغيث يبكي بكاء شديدا لحبه الشديد لبريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كلم بريرة رضي الله عنها في ذلك الأمر، فبريرة تسأل دي شفاعة ولا يعني حكم قضاء. لما قال شفاعة قالت ليس لي بي حاجة، شفاعة يعني أنت بتشفع والمشفوع عنده ده إما أن يقبل هذا الكلام أو لا يقبل. فالشافع ده يبقى نال الأجر والثواب، اشفعه تؤجره شفع عامة ويقضي الله على سنة نبيه ما كان، يبقى ملكش دعوة بقضاء المسألة أو نهاية المسألة. زي الدعوة أنت بتدعو الدين الله سبحانه وتعالى وأنت لا تسأل عن النتائج، لكن أنا حنسأل عن الأداء. الشفاعة كده برضك بشفع لفلان عند فلان، والله إما يقبل الشفاعة ولا يقبلها، لكن هذا الشفع نال الأجر والثواب لأنه فعل النص، لكن يا ترى النتيجة بتاع الشفاعة أنت لا تسأل عنها، وثواب الإنسان مش معقود على قبول الشفاعة. فلذلك بريرة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعة ولا إيه ولا حكم، يعني لو حكم خلاص ما فيش كلام لا يترددون، فقال شفاعة، وبالتالي هي طلبت أن تفارق يعني مغيث. قلنا رغم أنه كان يبكي عليها بكاء شديدا يعني في السكك، ومع ذلك يعني شفاعة، فهي على ذلك يعني رضت أن تفارق مغيث ولا ترجع له. قلنا يبقى على ذلك الشفاعة اشفعه تؤجره، يبقى ده الشافع هيؤجر بغض النظر عن نتيجة هذه الشفاعة. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدين عند الدائن عند كعب بن مالك، وقال ضع من دينك هذا وأومى إليه، يعني أديه مثلا ضع من دينك، وأشار له إشارة أي نصف الدين. وقال كعب رضي الله عنه قد فعلت يا رسول الله، وقبل الشفاعة. يبقى لما فعل كده نقول له امتثل الأمر وقبل الشفاعة، قبل الشفاعة. قلنا الشفاعة إما أن هو المشفوع له يبقى هو المشفوع عنده إما يقبل هذا الأمر أو يرده، زي الإذن بالضبط، زي الاستئذان. الاستئذان مش معناها إذن بالدخول، أنت بتستأذن إما أن هو يسمح لك بالدخول أو لا يسمح، يأذن لك بالدخول أو لا يأذن. يبقى إذن مثلا البكر في الزواج بتستأذن، مش بتستأذن، في فرق بين الإخبار والاستئذان. تستأذن يعني هنا يتوقف الأمر على رضاها، توقف الأمر على رضاها، يبقى إذنها هو بالسكوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثيب فتستأمر، أي لابد أن يكون بالنطق كده، يبقى فلان تقدم لخطبتك، إما أن تقول موافقة توافق أو لا توافق بالكلام الصريح، ده الإذن. يبقى إذن معناها أن هي إما الموافقة أو عدم الموافقة، ده الإذن أساسا. فده الاستئذان. كذلك مسألة الشفاعة إما أنه يقبل أو لا يقبل،
يعني لا يقبل. فلذلك قال قد فعلت رسول الله، امتثل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذه الشفاعة. ودايما هنا أشار إلى مسألة يعني الصلح، أشار إلى مسألة الصلح قبل التحاكم. يبقى لما يكون في مسألة بين طرفين، الأولى أن هو الحاكم يعني ينبه هؤلاء أن التصالح أفضل، التصالح أفضل، زي قصة الزبير بن عوام رضي الله عنه في مسألة سقي الأرض، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، أرسل الماء إلى جارك. فالأنصار ده قال إن كان ابن عمتك رسول الله، فعلى ذلك قال أسقي يا زبير حتى تصل الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء. لما هو ما رضاش بالصلح بين الحكم المسألة إن الماء ده بيمر على أرض الزبير، فله الحق في ري الأرض أساسا. لغاية فين؟ لغاية لما ترتفع الماء على سطح الأرض. هو قال لو اسقى زبير وارسل الماء، يعني ياخد يعني مش قدر الكفاية أو الحاجة، ياخد قدر الكفاية والحاجة لكن ما يوفيش الحق بالكامل، كان ده التصالح. لكن لما لم يرضى ذلك الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك رسول الله، فقال أمسك يا زبير يعني اسقي الأرض حتى أصل إلى الجدر ثم أرسل الماء، ياخد يستوفي حقه بالكامل. يبقى ده الحكم أساسا. فالصلح بقى فيها نوع من أنواع التنازل عن بعض الحقوق، وده يكون أولى إبقاء للمودة، إبقاء للمودة. لذلك وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. التصالح يكون إزاي؟ تتنازل المرأة عن جزء من حقها مقابل إن هي إبقاء هذا الكيان دون أن يهدم، دون أن يهدم. فده التصالح على الحق. يبقى إحنا مش هنجبرها لكن إحنا بنرشدها، نرشد المرأة يعني أن تبقي هذه العلاقة وهذا الكيان قائم حتى لو تنازل عن جزء من حقها، لكن لا تجبر على هذا الأمر. فالصلح بقى في الحالة دي لو كان في تحاكم بين طرفين، الأولى الصلح حتى إبقاء للمودة وترابط الألفة بين الأطراف. فلذلك كانت أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة الصلح. ثم ذكر باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسأل امرأة سوداء، الشك ده من ثابت اللي هو الراوي ليس من أبي هريرة، هي أصلا امرأة كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم أذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. فذكر أيضا باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، وده عمل وهو تطهير المسجد من أمثال هذه الأمور. يبقى ده أذى موجود في المسجد، يبقى كيف نقوم بالتقاطه؟ وده عمل صالح، يبقى هذا عمل صالح إن قام الإنسان على نظافة المسجد أو إزالة أي أذى يعني وجد في ذلك المسجد. يبقى هذا من أعمال الصالحة، كما بين أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد يقوم بنظافته، فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم أذنتموني به، دلوني على قبري أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.